يعطيكم العافية وصباح الخير أتمنى أنكم صاحين لأن قصتي مع الأرقام تحتاج واحد صاحي منو حاب يصير بكمل على لعبة المسابقات اللي قبل شوي منو حاب يصير مليونير آه كلكم في في واحد هناك ما رفع كلكم حابين تصيرين مليونيرية صح آه حتى هذا هذا أنا لما كان عمري تسع سنين و... اسمحوا لي أن أنا أتكلم عن قصة أدري في بعضكم يمكن ما يحب القصص لكن القصة هذه كانت شيء نادر قبل أو كان شيء غريب على مجتمعاتنا بالوقت الحالي صار أمر طبيعي وعادي وهي قصص النجاح وريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الخاصة هذا الموضوع كان يعني مثلا بالنسبه لي انا اهلي كانوا يشوفون انه غريب ان انا اطلع واسس مشروع وابدا من الصفر ممكن انا متخرج بتخصص ممتاز ممكن احصل على وظيفه ممتازه ممكن اخذ راتب عالي كوني بالكويت فما كنت حاب هالشيء بصراحه وكنت حاب امشي في اتجاه عكس المجتمع. اليوم الكلام هذا طبعا صار له ممكن 12 13 سنه ما اذكر كم نسيت لان الفلوس انا بتكلم عن ملايين الحين فالمليون ينسيك الشغلات هذه كلها صح؟ صح؟ أه بتكلم عن عن الطفل هذا وشنو الفكره او الطريقه اللي انحطت قدامه والموقف اللي انحط أه قدامه وأثر فيه وغير حياته بالكامل الولد الصغير هذا كان عايش في منطقة فيها شخص يبيع اسمحوا لي أقولها بالكويتي يبيع شراقيات فاير ووركس أوكي تعرفونها كلكم واحد من جيراننا عندهم ولد صغير في عمري كان يبيع شراقيات اسمحوا لي اقولها شراقيات لان احبها لان هذه غيرت حياتي كلها بديت معاه وكنت اتابعه وكان يبيع ويعمل فلوس الشخص هذا نرفزني لانه كان يحط مارجن ربح عالي جدا فركبت السياره وكان والدي الله يطول بعمره واعمار اولياء اموركم انا كنت في السياره مع الوالد وقلت له يا يبا ابيك توديني سوق ابي اروح اشتري شراقيات وراس المال موجود في جيبي وانا عمري تسع سنوات فضحك علي الوالد والتفت قال لي راس المال في جيبك من وين جبته؟ قلت له عندي ثلاث دنانير و750 فلس فالوالد ما حبطني بصراحه قال لي انا راح اوديك سوق الجمله واشتري لك قلت له اوكي ورحت واشتريت وما ابي اطول فيها بعد حوالي ثلاث شهور او اربع شهور الثلاث دنانير و750 فلس صارت 113 دينار. شلون؟ لا تسالوني. اهلي وربعي والناس القريبه مني دروا ان الولد هذا الشيطان راح يصير تاجر وراح يوقف في يوم من الايام على سجاده حمراء حلوه كلنا نحبها يتكلم بالكلام هذا. صح؟ متحمسين تعرفون قصه؟ اكيد اصحوا، اكيد آه هذه بدايه التاجر وبدايه فكر التاجر اللي خلاه يتحول من شخص آه عايش في اسره كلها موظفين، والد موظف، والده موظفه، اخوان كبار كلهم موظفين الى شخص يفكر انه يكون تاجر ويفكر صح يقرا صح اي معلومة تمر عن اي تاجر يبحث عنها ويحاول يقراها هذا انا نشوف السلايد اللي بعده هني انا بديت بعد المرحلة هذه افكر واقرا كل شيء غيرت آه، غيرت معارفي غيرت اصحابي غيرت ربعي آه، شفت لي ناس ممكن لهم اهتمامات في التجارة آه، لما صار عمري 18 سنة آه، فتحت اول مشروع لي وطبعا خسر المشروع وفتحت بعدين كذا مشروع كنت اجمع الفلوس يوم عن يوم وافتح بالمشاريع الين وصلت لمشروع واحد نعدي شويه لو سمحت وصلت لمشروع واحد المشروع هذا بديت فيه في 2010 المشروع اللي هو بي اي ماركتس طبعا ما راح اتكلم عن النجاح اللي حققته في اي ماركت، في اي ماركت شركه جدا بسيطه بدات براس مال كان جدا متواضع، جمعته دينار على دينار، بديت فيه مع فريق جدا بسيط متكون من اربع اشخاص موظفين الفريق هذا هذا هو الفريق اربع موظفين وكانوا موجودين في مكتب مساحته جدا صغيره. ما كان في يعني ما كان في نفس الوضع الحالي نفس مكاتبنا اللي موجودة الحين ما تشوف فخامة ما تشوف وسع ما تشوف مكاتب كبيرة إحنا كنا صغار كنا قاعدين نتعلم لكن كان في عندنا فكرة واحدة كان عندنا أسلوب واحد كلنا كنا نشتغل بنفس الأسلوب هذا أنا بتكلم في الفيديو هذا لا ما في فيديو في سلايد في السلايد هذا عن النجاح وشلون انا قدرت اشتغل في شركه براس مال كان جدا متواضع وقدرت احوله الين صرت مليونير في احد يحب يصير نفسي؟ كلكم؟ بس واحد اللي رفع ايده وين الحماس وين راح؟ تبرعتوا فيه؟ جاهزين؟ نبدأ بأسرار النجاح أنا كان عندي فريق مكون من أربع أشخاص الأشخاص هذول الأربعة ما كان عندهم خبرة في الإدارة وأنا كنت أولهم لكن كنت أحب أقرأ وأبحث وأدور على معلومات تفيدني في إدارة الفريق وإدارة الشركات طبعا كان عندي خبره في في نوع البزنس نفسه انا كنت انا خريج بالمناسبه خريج عمان خريج جامعه فيلادلفيا وافتخر باني تخرجت من البلد هذا اللي علم صح. لما طلعت من الجامعه انا طلعت تخرجت من الجامعه وانا فاهم البزنس هذا صح قعدت اربع سنوات وانا بالجامعه وانا بتعلم كل يوم في البزنس هذا. لما اشتغلت مع فريقي المكون من اربع اشخاص كل واحد منهم كان عنده فكرة وكان عنده طريقة وكان عنده أسلوب أنا كنت أمارس قيادة كنت أشاركهم كل شيء لكن كنت أشتغل معهم كقائد وعندي فكرة والفكرة واحدة والنتيجة اللي أنا متوقعها وحدة إن شركتي هذه بدأت صغيرة لكن راح توصل للعالمية ضحكوا علي ناس أول ما بديت وقالوا هذا الولد مجنون حتى في احدى المؤتمرات قال لي واحد هذا صغير وعطوه شركه فانا قلت شلون صغير وعطوه شركه انا اللي مؤسسها فممكن تسمعون الكلام هذا وانتوا شباب والمستقبل قدامكم لا تعتمدون على وظيفه انا في 2010 وقت ما اسست المكتب اللي قبله شوي اول مره ركبت السياره وانا رايح المكتب قلت كلمه بعد ما قلتها قعدت افكر فيها فتره طويله قلت يا رب ارزقني تدرون يعني شنو يا رب ارزقني لما تقول يا رب ارزقني فعلا انا كنت اقولها وقاصدها قاصد ان يا رب ارزقني انا كنت محروم من اني اقول الكلمه هذه لما كنت موظف اذا انت موظف من الرازق الحكومه معاشك مضمون راح ينزل بالحساب بالفلس حسب ما هم حاطين لك اياه، لكن لما تعتمد على الرازق ويكون عندك فكر ويكون عندك طريقه راح توصل للي انت حابه، راح توصل للمليون ممكن مليار اللي يوصل مليار سجلوا اسمه خل يتواصل معي. ف أنا كنت كنت أمارس دوري مع مع الفريق ومع الجماعة اللي كنت أشتغل معاهم في في فكر واحد، يعني الأربع أشخاص كانوا يشتغلون بنفس الفكر، نفس الأهداف، الهدف واحد كلنا راح نوصل بأن إحنا راح نحقق النجاح هذا وراح نوصل ونسوي الشركة عالمية. لما بدينا كان كان فكرنا واحد أن السوق هذا أو البزنس هذا اللي إحنا بنشتغل فيه ما كان فيه أي شركة تدعم التعليم والتدريب فيه وكان هذا مسارنا وكانت هذه خطتنا واشتغلنا عليها بفكر ممتاز وكنا كان يعني كانت روسنا مفتوحة نسمع ونتعلم وكل يوم نضيف معلومة ونحاول نزيد ومشت الأيام وعدت الأيام وأنا كنت أشوف النجاح يوم عن يوم بقول أول يوم بالشركة كان كان حسابي في البنك 200 دينار لان كل الكاش اللي كان عندي وانا كنت مغامر كل الكاش اللي كان عندي انا رحت رميته في تاسيس الشركه وقعدت مع الموظفين اللي هم اربعه اللي شايفينهم يضحكون مساع بعد الصوره اللي كانوا يضحكون فيها قلت لهم يا جماعه انا حسابي في البنك 200 دينار يعني يعني احتمال ترى اخر الشهر ما في رواتب فانا حطيتهم قدام المدفع وقلت لهم اما نشتغل صح ونوصل الشركة هذه حسب ما كلنا مفكرين وإلا ستنتهي الشركة بظرف شهر أو شهرين الشركة بدأت تكبر إلى حد أنا ما قمت أتخيله الشركة يوم عن يوم تزيد قواعدها تزيد قواعد العملاء تزيد الموظفين في خلال سنة واحدة افتتحنا أربع مكاتب بأول سنة أب أب الحين احنا نتكلم عن ثمان سنوات عمر الشركة عندنا أكثر من 200 موظف عندنا أكثر من ثلاثة عشر مكتب في العالم. حصلنا على جوائز عالمية في الفين وستة عشر أنا أخذت استلمت جائزة موجودة بعد شوي. آه أمسحوها أوكي. كان في صورة وأنا بستلم جاهزة في نهاية الفين وستة عشر الجائزة هي أفضل وسيط في العالم. أنا أنا ما كنت أحلم بهالشيء هذا. يعني بدايتي كانت أفضل بياع شراقي بالفريج. أفضل بياع آيس كريم في منطقة في دولة، ما كنت أفكر أن أنا ممكن أوصل لهالمستوى. ما أنا ما كنت ما كنت أحلم بهالشيء. لكن لقيت الفرصة قدامي. وسمعت إحدى الأخوات قبل شوي قالت أن تتمنى لكم فرص وتبيكم تمسكونها لازم تمسك الفرصه امسكها مش بايدك لا تمسكها بايدك امسكها باسنانك اكلها انا اكلت فرصتين من قبل وقادر اني انا اطبقها لان عندي العزيمه واتوقع ان اغلب الشباب الجميل المبدع اللي قدر يعمل ايفنت واهمه طلاب بالمستوى هذا قادر انه يحقق اكبر انجاز لا تعتمدون على وظايف انت في عمر الابداع والوظيفه تقتل الطموح الله يعطيكم العافيه واتمنى اني ما طولت عليكم شكرا